إذا المشاهدين ومتابعي قناة أشواق عتابي، مرحبا بكم في البث المباشر بالضبط من المنطقة البيضاء من المنطقة السكنية البدر بمنطقة عين سبع. يعني كيف ما كنتم تشوفوا في العنوان أنه عمارة سكنية، عمارة كلها مشققة، عمارة مهددة بالانهيار. يعني بعد ما تم إخبار السلطات وجات دارت المعاينة ديالها السلطات خلاو المنازل من السكان. عمارة سكنية مهددة بالانهيار. يعني هنا كما كنشوفوا السكان ما باغينش يبانوا، ولكن من تكلمنا معاهم قال لك انهم مخلوعين. فين غاديين يمشيو فاش خرجوهم السلطات؟ فين غاديين يمشيو؟ يعني هاد العمارة هادي يعني يلاه تحلات في 2000 سنة 2007، يعني 2007 يعني تقريبا يلاه حتى شي تقريبا عندها 14 سنة او 10 سنة، 14 سنة تقريبا 20 سنة تقريبا، عندها 20 سنة 20 سنة. يعني تغير شات تغير الشاسبات هلكاتها، يعني لتحت ديال العمارة كله كيبان لك انه فيه لاميديتي، يعني العمارة كلات العصا، عمارة كتبان لك مرقعة كلها مشقة. يعني فين غادي يمشيو هاد السكان هادو من بعد الى طرات ليهم شي حاجة وهما خايفين انهم يرجعوا للمنازل ديالهم؟ السلطات منعاتهم انهم يرجعوا للمنازل ديالهم. يعني هادشي صراحة ولا كيخلع، ولا حتى الغش في البناء. يعني كل المسؤولية على هاد الشركة اللي كانت الشركة اللي كانت مكلفة بالبناء ديال هاد الحي هذا. يعني كل المسؤولية لهاد الشركة هادي، كل المسؤولية كتحملو هاد الشركة اللي قامت بالبناء ديال هاد العمارة. يعني هاد الحي هذا كامل تابع لواحد الشركة ديال البناء معروفة بمنطقة عين سبع بمنطقة البدر. يعني الناس مخلوعة، الناس فين غادي تسكن؟ الناس فين غادي تمشي من يخرجوها من ديورها؟ الناس إلا رجعت لديورها تقدر أي لحظة تطيح عليهم هاد العمارة. يعني صراحة هادشي ولا كيخلع بزاف. حيدوا الناس كلهم من الفوق، كلشي بقاو غير حوايجهم مساكن وصافي. حوايجهم راه غيديروا عليهم دابا، حوايجهم فين يخرجوهم؟ يخليهم في الزنقه؟ مشكل ما عندهم فين يمشيو الناس. مشكله الناس فين غيمشيو؟ ما عندهمش الناس فين يمشيو. دير الله يصاوب وصافي. دابا الشركه هي اللي كتحمل المسؤوليه. ماشي الشركه اللي كتحمل المسؤوليه، كيتحمل المسؤوليه كاع اللي خدام في الدولة كيتحمل المسؤولية. كاع اللي خدام في الدولة كيقرا، بنادم كيقرا كيخدم في الدولة باش يخدم مصلحة ديال الشعب، كيولي خدام هو مصلحة الدولة. فهمتي؟ أنت درتي بالمثال اللي درتي في النور، درنا كرياج، واش دخلنا سديتي على على الحي؟ سديتي احنا باش نخرجوا في الزواج ديال واش هاد البلاصه هادي الا غادي ندير واحده ديال الدوله، واش غادي نزرع فيها القرع؟ غادي نزرع فيها الخيزو؟ نزرع فيها الطابه؟ كاين الملاكات ديال الدوله طحين قطار 50 قطار شادين الوزاره، ما كاينش اللي كيهضر معايا، ما كاينش اللي كيهضر. كلام معقول.
ولكن هما كيمشيو غير المسكين، اي حاجه دار المسكين كيمشيو كيتحمل مسؤوليه القايد، كيتحمل مسؤوليه مقدم، كيتحمل مسؤوليه الشيخ، كيتحمل مسؤوليه كاع اللي خدام في الدوله، كيتحمل مسؤوليه ديال المواطنين. ما كيخدموش مواطنين، كيخدموا الدوله. تبارك الله عليك، الله يحفظك. فهمت هادشي هو اللي كاين. شتي هاد البنكه دابا اللي عاطيها لهاد العقار لهاد السكون هذا، حتى هي كتحمل المسؤوليه. هي كلشي. فهمتي النهار الاول ملي كانوا نبنيو فيه خاصها تجيب المراقبه. ماشي كتعرف تشد الفلوس، خاصها تشد المراقبه ديال بان راه محمله المسؤوليه ديال هاد البنيه هذا. راه كاين البني كاين دار ب 40 عام 50 عام وباقي ما طاح. هذه راه مكملش تا ما لا عندهم دابا شي 13 عام ولا 14 عام. من 2007. هما غادي يهبطوا كامل. 2007. لا راه بنت هذه غطيح اللي حداها. هذا تريبي هذيك اخرى. هو الاخرى كل شيء غادي. لا راه بنت وحده غطيح اللي حداها كامل. الزنزير غادي يريب كل شيء. عبد الله يصاوبه صافي، الله يحفظنا. يعني كيف ما سمعتوا مشاهدينا الكرام تصريح ديال مواطن قال لك الا طاحت هذه العماره هذه راه غطيح اللي حداها، واللي حداها غطيح اللي حداها، وغيطيح هذا الحي هذا كامل. الناس ولاو مخلوعين هنايا بزاف، الناس ولاو كيعيشوا في الرعب. واش هاد الطاشرون، واش هاد المهندس اللي كان كيبني في هذه العماره فين كان؟ راه لا حول ولا قوه الا بالله، راه ولا الغش حتى في البناء، الغش حتى في البناء. القفص فيه كنسكنوا حتى هو ولا فيه الغش. اي لحظه يقدر يقول لك اجي خرج من دارك، راه دارك غطيح. اي انا نخرج من داري، ولكن فين غنمشي من بعد؟ فين غنسكن؟ فين غندير وليداتي؟ فين غندير حوايجي؟ راه هذا هو السؤال المطروح. لا حول ولا قوه الا بالله. اذا المشاهدين الكرام كنا معكم مباشره من منطقه عين سبع، منطقه البدر، عين سبع، حي محمدي، مدينه الدار البيضاء. كما تلاحظوا معنا هذه العماره المهدده بالانهيار، هذه العماره اللي مهدده بالانهيار، اللي جات السلطات وخلات المنازل ديال السكان ديالها. اذا المشاهدين الكرام كيف ما كتشوفوا معنا، هما الناس مشامعين هنايا قدامها مساكن، عندهم فين يمشيو. هما الناس مشامعين قدامها، ما عندهم فين يمشيو، واقفين قدامها. اذا لا حول ولا قوه الا بالله. اذا المشاهدين الكرام غادي نودعكم في بث مباشر اخر ان شاء الله، الى اللقاء.